اسمي عينة من ساهو تي في. شكرا لك دكتور محمد إسماعيلي لفترة الاستجواء معنا. هل يمكنك أن تتكلم شيئا عن معهد منارة العربية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، وأنت طالبة متميزة ما شاء الله. سؤال مهم. منارة العربية هو معهد متخصص في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر العالم، ليس فقط في المغرب، ولذلك عندنا طلاب من جنسيات مختلفة. والمعهد أيضا معهد يوجد في منطقة حسان، وهي منطقة جميلة جدا وقريبة من كل المناطق التي يمكن للطالب أن يزورها، وكذلك هو في العاصمة الرباط، وتعرفون العاصمة الرباط هي واحدة من أجمل العواصم العربية. ما هدف الأساسي لإنشاء هذا المعهد؟ الهدف الأساسي لإنشاء هذا المعهد هو أن نغطي الحاجات المتزايدة للطلاب عبر العالم الذين يريدون أن يتعلموا العربية في البلدان العربية، وخصوصا في المغرب. فهناك إقبال كبير على تعلم العربية في المغرب، لأن جودة العربية في المغرب قوية جدا، ولذلك المعاهد المتخصصة قليلة جدا. فجاءت إنشاء هذا المعهد لنغطي هذه الحاجة، ولكي نوفر للطلاب مكانا جميلا جدا يتعلمون فيه لغة عربية جميلة تقربهم من القرآن الكريم، ويفهمون من بها القرآن الكريم. وأخيرا، ما رجاؤك نحو الطالبات المشاركات لهذه الدورة؟ أنا سعيد بالطالبات في هذه الدورة، وما شاء الله مستواهم جيد، وتعلمنا العربية بشكل سريع رغم أن الفترة قصيرة، ولذلك أنا رجائي لهن جميعا أن يواصلن تعلم العربية ويتعلمنها بشكل أكبر وأكثر، ويخلقن فرصا للتعلم ما أمكن. حتى عندما يرجعن إلى ماليزيا أريدهم أن يتكلموا فيما بينهم بالعربية، لأن هذا سيجعل مستوى العربية عندهم أحسن. فلذلك هذا رجائي لهم. والرجاء الثاني، ودائما ينبغي أن نحترم الأستاذ ونحترم المدرسة ونحترم الوطن، ودائما نكون إن شاء الله في المستوى المطلوب. معهد منارة العربية، saya melaporkan untuk Astro Awani, Bita di segenap dimensi. Syukran.